عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في تمام الصحه والعافيه يا رب. اليوم كيف كتلاحظوا جيت نشارك معكم واحد الكيكه، الصراحه واحد الكيكه اللي منعشه وكتجي بارده، يعني بحال هاد الكيكات كنحتاجوهم في هذا الفصل ديال الصيف، كنبغيو هكذا شي حاجه اللي تكون بارده ومنعشه. قلت علاش لا اليوم غادي نتقاسم معكم هاد الكيك، الصراحه اللي كيجي رائع في المذاق ديالو وبواحد الكريمه اللي الصراحة يعني في متناول الجميع، يعني واحد الكريمة اللي تحضريها غير في المنزل ديالك، يعني كل شيء المقادير يعني عندك في المنزل ديالك، يعني ما غاديش تحتاجي انك غادي تشري او لا غادي تكلفي راسك، يعني شي حاجه اللي بسيطه وغادي نخرجوا منها واحد الكيك اللي بارده ومنعشه. بسم الله على بركه الله، يلا ندوزوا المكونات مع الطريقه. اول حاجه هنايا عندي في واحد الاناء دايره فيه هكذا واحد جوج ديال البيضات، غادي ندير فيه واحد القريصه ديال الملحه. عندي هنايا واحد الكاس، يعني نص كاس هكذا ديال سكر سنيده. عندي النكهه هنايا ديال البسكوي او لا النكهه ديال الطرو اللي كانت عندكم ديروها، ما كانتش عندكم ديروا النكهه ديال الفانيلا، يعني هاد النكهه ديال البسكوي الصراحه كتعطي واحد في الكيكه واحد المذاق اللي هو زوين. صافي دابا غادي ندرب هاد البيض مع هاد السكر. بعد ما دربت هكذا البيض مع السكر غادي نضيف نصف كاس ديال زيت المائده. بعد ما دربت داك نصف كاس ديال الزيت غادي ندير نصف كاس ديال الحليب، يعني هاد الحليب يمكن لكم انكم تعوضوه بياغورت. ما خلطت هكذا الحليب مع دوك المكونات غادي نبدا الدقيق تدريجيا. عندي الكاس الاول، يعني الدقيق اللي هو ضروري انكم تكونوا مغربلينو من قبل، يعني مره حتى جوج المرات، وغادي نضيف معاها واحد معلقه هكذا ولا معلقه ونص ديال الخميره ديال الحلوه ديال العبار، اللي ما عندوش يدير خماره ونص. صافي غادي ندرب هاد المكونات هكذا مزيان، وغادي نعطيكم يعني شحال دخلت معايا ديال الدقيق. دخلت معايا هاد الكيكه في المجموع جوج ديال الكيسان اللي دخلت معايا هنايا، يعني جوج ديال الكيسان ديال الدقيق. صافي دابا هنايا غادي نفرغها في المول، المول اللي كنت دهنا هكذا بالزبده ورشاه هكذا بالدقيق، يعني حاولوا تسرحوها في شي مول اللي يعني الكيكه ديالكم ما تجيش غليظه، يعني تجي رقيقه. صافي غادي نخويها هنايا وغادي نسطحها ونرجع معكم. بعد ما خويتها هنايا ضروري انكم تسطحوها هكذا بالسباتيل، يعني باش ما تبقاش تجيكم يعني جهه غليظه وجهه رقيقه معكم، باش يجيكم سطح متساوي. صافي دابا غادي ندوز نديرها في الفران. بعد ما رجعت دابا الكيكه ديالي طيب، دوزت هنايا غادي ندير واحد السيرو باش غادي نسقي هاد الكيكه. غادي ندير فيه كاس ديال السكر وجوج الكيسان ديال الماء. صافي دابا غادي ندوز نرد هاد السيرو فوق البوطه حتى يطيب مزيان، وعاد غادي نضيف فيه النكهه ديال الفاني او لا النكهه ديال البسكوي. المهم اي حاجه بغيتو تنكهو بها هاد السيرو ديالكم نكهوها، انا غادي نكهو غير فانيلا، واللي بغا هكذا يدير فيها واحد طريفه زيت الحامض يديرها. السيرو ديالكم ملي بدا يغلى بحال هكذا صافي خليه يغلى غير شويه وصافي، وطفيو عليه البوطه. بعد ما طفيو عليه البوطه عاد ضيفوا النكهه اللي بغيتو. دابا هنايا انا غادي نضيف له غير واحد شويه النكهه ديال فاني، يعني غير ساشيه دفاني صافي، يعني كافيه. وغادي نخلطو هكذا مزيان ونخليه على جنب حتى يبرد. هنايا غادي نوجد الكريمه ديالي. اول حاجه هنايا غادي نحتاج واحد نص يطرو ديال الحليب وكاس ديال العنبه، يعني نص يطرو وكاس ديال العنبه ديال الحليب، يعني هكذا، يعني نص يطرو وكاس. غادي نضيف عليهم ثلاثة ديال المعلقات ديال سكر سنيدة، يعني ثلاثة يكونوا هكذا. غادي نضيف واحد جوج فلو ديال النكهة ديال الفريز، انتوما فلو اي نكهة كتفضلوها.
يعني اي نكهه كتفضلوا ها ديروها. يعني انا كنفضل نكهه الفريز، درت جوج فلو ديال نكهه الفريز صافي. غادي نضيفهم هنايا بعد ما ضفت فلو، ضفت واحد جوج المعلقات ديال مايزينا، جوج المعلقات اللي مقبين مزيان مزيان صافي. دابا هذا الشيء غادي نخلطو بارد بارد. وغادي ندوز نرجعو فوق البوطه حتى يحاول هكذا يعقد معايا. بالنسبه ملي ديرو فوق البوطه يعني ما تحبسوش من التحراك حتى يطيب معاكم، يعني محد هو فوق البوطه نتوما تحركوا صافي. تبقاو تخلطوا يعني حتى تحصلوا على هذا القوام، يعني ثقيل شويه ما خفيفش بزاف وما ثقيلش بزاف، يعني كيف كتلاحظوا معايا يعني الكريمه شاده فراسها شويه صافي. غادي نخليها هكذا حتى تبدا تدير دوك الفقاعات، وعاد غادي نطفي عليها صافي. دابا فهاد المرحله غادي نطفي على الكريمه ديالي وغادي نخليها تبرد شويه صافي. دابا هنايا الكيكه كيف كتلاحظوا معايا بعد ما وجدات وخرجتها هكذا من الفران صافي. دابا غادي نبدا نسقيها بداك السيرو اللي حضرت معاكم وهي سخونه، يعني السيرو بارد وهي سخونه. يعني حاولوا ديروا هكذا واحد الثقب بالكيردو او لا بالموس او لا، غير باش تشرب معاكم هاد الكيكه مزيان. الصراحه هاد الكيكه راه كتجي رائعه الا جربتو بنفس الطريقه اللي عطيتكم صافي. غادي تحاولوا يعني تسقيوها هكذا غير بشويه، يعني تسقيوها بالشيته او لا هكذا تهزوا وتبداو تخويو عليها شويه بشويه حتى تسقيوها مزيان. صافي دابا هنايا الكيكه بعد ما سقيتها غادي ندوز نخوي فوقها هاد الكريمه اللي حضرت. بالنسبه لهاد الكريمه واحد الاضافه ضفتها وما كنتش ذكرتها معكم، اللي هي معلقه ديال الزبده. معلقه ديال الزبده منين تطفيو عليها البوطه وهي سخونه ضيفوا فيها واحد المعلقه ديال الزبده. بغيتوا تضيفوها ضيفوها، ما بغيتوش تضيفوها ما ديفوهاش، يعني اختياريه. المهم البنات دابا هنايا بعد ما خويت عليها الكريمه ودخلتها الفريكو حتى شدت معايا راسها مزيان مزيان كيف كتلاحظوا، يعني ما بقاتش نهائيا جاريه صافي. دابا غادي ندوز هكذا عليها واحد الموس مع الجنيبات وغادي نزوقها. انا يعني خديت هنايا غير واحد الدانون ديال الفاني ودرتو هكذا فواحد البلاستيكه به غادي نزوق هاد الكيكه، وواحد شويه ديال الشوكولاط فيرميسي على هاد الشكل صافي. يعني هذا هو التزيين اللي غادي ندير لهاد الكيكه صافي. غادي ندوز هكذا الموس مع الطرف مع الجنب وتحاولوا ديروا على شكل حلزون. يعني التزيين كيبقى اختياري لكل واحد، يعني كل واحد وكيفاش بغى يزين يزين. المهم انا هذا اقتراح فقط. صافي هكذا شديت واحد الكيردون وغادي نحاول هكذا نشرط به. صراحه كيعطي هكذا واحد المنظر زوين لهاد الكيكه صافي. دابا بعد ما زبقتها هكذا غادي نحاول نزينها هكذا واحد شويه ديال الفيرميسين، يعني غير شويه هكذا مع الطريفات، نحاول نحط في كل بلاصه نحط هكذا شويه. ويعني التزيين كيبقى اختياري لكل واحد، يعني انا فقط كنعطيكم فكره وصافي، يعني ماشي ضروري انكم ديروا التزيين كيف درنا حنايا صافي. غادي ندير هكا واحد شويه في الوسط. المهم هي الكيكه ديالي بعد ما زينتها وبعد ما قديتها هكذا وحيدت ليها الموز، صراحه واحد الكيكه اللي جات رائعه وبارده ومنعشه، يعني هذا الشيء اللي كنحتاجوه هكذا في الفصل ديال الصيف. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، والى عجبتكم ما تبخلوش علينا باللايك ديالكم، اشتراك في القناه الا ما كنتوش مشتركين، وفعلوا جرس باش دائما توصلوا بالجديد، وتبارطاجيونا هكذا مع الاهل والاحباب ديالكم باش تعم الفائده. وشكرا لكم على المتابعه، الى اللقاء الى فيديو قادم باذن الله.